ومفخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الآسرة قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر والقرآن. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب مدارس المجد الأهلية الصف السادس الابتدائي، يسعدنا أن نقدم لكم دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم إن شاء الله يا أبطال نتكلم عن حل التناسب. السؤال هنا بيقول حل التناسبات الآتي: التناسب الأول 2 على 5 تساوي ه على 15. نشوف يا أبطال، المفروض مطلوب مني إيجاد قيمة المجهول اللي هو ه. نلاحظ هنا إن المقامين هنا المقام الأول 5 والمقام الثاني 15. إيه اللي صار للخمسة؟ أصبحت 15، ضربنا الخمسة هنا في 3. كما درسنا قبل اللي بسويه في المقام لازم أسويه في البسط والعكس. هسوي في البسط نفس عملية الضرب، هضرب هنا 2 ضرب 3، إذن قيمة الهاء تساوي 6. مثال الآخر 6 على 7 تساوي 18 على س. ألاحظ هنا أن القيمتان الموجودتان هما في البسط، والمتغير أو المجهول موجود، المجهول موجود في المقام. 6 أضربها في 3 تعطيني 18، يبقى أضرب المقام في نفس القيمة أو نفس العدد، يبقى أضرب 7 ضرب 3 تعطيني السين بتساوي 21. المثال آخر 21 على 35 يساوي 3 على ص. المجهول هنا يا أبطال موجود هنا في المقام، يبقى أنا أناظر هنا البسط، أشوف البسط هنا 21 صار 3، قسمنا الواحد وعشرين على 7 أعطاني 3. أقسم هنا المقام 35 تقسيم 7 نفس الشيء، نفس القيمة اللي قسمت عليها هنا، 35 قسمة 7 يبقى إذن قيمة الصاد تساوي 5، 5 ضرب 7 تساوي 35. مثال آخر 64 قسمة س بيساوي 16 على 28. هنا 64 صار 16. اقدر هنا اقسم واقدر اسوي العكس، ان انا ممكن هنا اسوي 16 ضرب كم يا ابطال؟ ضرب 4. 16 ضرب 4 اعطتني 64. هضرب 28 ضرب 4. 28 ضرب 4 تعال نكتبها كده في الهامش في الجنب كده، 28 ضرب 4، 4 ضرب 8 ب 32، 2 ونرق 3، 4 ضرب 2 ب 8 و 3 معانا يعطينا 11. يبقى الناتج اللي هنا يا أبطال قيمة السين هتساوي 112. مثال آخر 2 لفظي هنا يا أبطال، بقول هنا إذا كان 17 طالب من كل 30 يفضلون السباحة على غيرها من الرياضات، فما عدد الطلاب الذين يفضلون السباحة من بين 300 طالب؟ نشوف هنا التناسب اللي موجود هنا يا أبطال. عندي هنا 17 طالب من كل 30 طالب، 17 هو الجزء، يبقى 17 طالب أضعها في البسط، وكل الطلاب هنا بيمثلوا 30 طالبا، يبقى أضعها فين؟ في المقام. يبقى الكل بضعه في المقام يساوي عدد الطلاب الذين يفضلون السباحة من بين 300 طالب. 300 طالب هو العدد الكلي من الجزء الآخر، العدد الكلي هنا يبقى أضعه فين؟ في المقام. تمام، يبقى 300 في المقام. طيب أنا مطلوب مني هنا عدد الطلاب الذين يفضلون السباحة من بين 300 طالب، بأضع هنا المجهول وليكن س. المفروض أو المطلوب مني الحين إن أنا أجيب قيمة
سين المجهول اللي موجود هنا في البسط. إلا سوية أبطال هنا أشوف المقامات، 30 صارت 300، ضربنا هنا في كام؟ تمام، ضربنا في 10، يبقى هنا 17 أضرب نفس الشيء في 10، يبقى إذن قيمة السين 17 ضرب 10 تعطيني 170 طالب. مثال آخر، تقطع سيارة عبد العزيز مسافة 24 كيلومتر مستهلكة 3 لترات من الوقود، فما المسافة التي تقطعها باستعمال 10 لترات من الوقود إذا استمرت بالمعدل نفسه؟ تعال نضع التناسب اللي قدامي بالمعدلات الموجودة هنا، 24 كيلومتر مستهلكة 3 لترات، يبقى 24 كيلومتر في المقام 3 لترات تساوي، فما المسافة التي تقطعها؟ المسافة يبقى أنا هنا المطلوب مني هنا المسافة، المجهول هو المسافة، المسافة في البسط ولا في المقام؟ لا، المسافة موجودة في البسط، يبقى هكتب هنا مكان المسافة هنا سين كيلومتر. طب في المقام باستعمال كم لتر يا أبطال؟ 10 لترات. طيب تعال نشوف يا أبطال، نلاحظ هنا 3 هنا المقابل لها هنا في المقام 10، ما في علاقة ما بين الثلاثة والعشرة؟ مثل ما أخذنا مسبقا في جداول النسب، ممكن أضع الأربعة وعشرين على 3 هنا كيلومتر تساوي، وضع نسبة هنا. تعال نشوف يا أبطال، نبسط أو نجيب النسبة المكافئة، هقسم هنا على 3 وقسم هنا على 3، 24 قسم 3 تعطينا 8، و3 قسم 3 تعطينا 1، نفس النسب هنا، ده كله في تناسب، يبقى هنا سين وهنا 10 لترات. الواحد هنا صار 10، لما الواحد صار 10 يا أبطال ضربنا هنا في كام؟ في 10، يبقى نفس الشيء أسويه في البسط، يبقى أضرب الثمانية في 10 تساوي إذن قيمة المجهول اللي هو سين، سين تساوي 80 كيلو متر. وشكرا. المجد رمز للعلوم ومفخرة، بين النجوم وفي القلوب موقرة، أعوام عزك لا تشيخ وتمحي، أنت البهاء وأنت أنت الآسرة. قلم الحياة هناك يعرف مجده، والفكر والقلب.